السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله غادي نتحدثوا على العطور. رماركيت بلي تبغوا هاد لي فيديو في القناه تاعي، دونك قررت ندير لكم اون فيديو على العطور اللي استعملتهم بكثره بوندون هاد العام تاع 2020. ربي يرفع علينا الوباء ان شاء الله ويفوت بخير ان شاء الله. دونك توحشتكم البنات، كاينه يخلوا لي دي كومونتير، راكي تغيبي لا غالب فوق الطاقة. دونك وهاد القناة تاع يوتيوب لاني دايرتها، سي مانيش دايرتها، كاين اللي يديروا القنوات يعملوا عليها كل يوم يديروا فيديو روتين. دونك انا راني دايرتها جوست بوغ لو بليزير، غير باش نكون مع تواصل مع البنات. ومين نقرا لي كومونتير تاعكم كاع، كاين اللي نعرفهم واللي تنعرفهم بلي كومونتير تاعهم، نفرح مي تخلوا لي دي كومونتير توحشناك. دونك البنات كل وحده وليت نعرفها بلي كومونتير تاعها، كاين متتبعات لي عزاز على قلبي خلوا لي توجور دي كومونتير نعرفهم وحده وحده. دونك ميرسي بور كاع لي خلت لي كومونتير تحوس عليا، الحمد لله راني مليحه. دونك بلا ما نطول عليكم البنات نبدو بسم الله. اليوم ما غاديش نحكي لكم على لا ديسكريبسيون دو شاك بارفان، بيسكو كاع لي بارفان هادو كاين غير كلكو دو بارفان ولا لي دخلوا في لا كوليكسيون تاعي جديده، غادي نحكي لكم عليهم التالي. بيسكو كاع لي بارفان راني هضره عليهم في لي فيديو سابقه، وراني دايره لا ديسكريبسيون دو كال كاتيجوري، اورينتال، فلورال، شيبخي، بوازي، كاع لي بارفان راني دايره لا ديسكريبسيون. شاك بارفان نوت دو تيت هي الريحه اللي تجي في الديبار مي ترشي البارفان، نوت دو كور هي لو بارفان مي تحول ابخي 2 ولا 3 هذاك اللي يبقى فيك، اي نوت دو فون هو تالي كاع اللي يبقى فيك تاع لو بارفان. دونك نبدو بلا ما نطول عليكم، وفي اخر لا فيديو البنات غادي نوريكم ان بون بلون كي ديروا تشرو. كاين اللي سقسوني مين نشرو لي بارفان، مين جربت دانيير مو حكيت لكم على بعد نحكو على هاد لو بوين لا دوزيام بارتي، غادي نديطاي معاكم وين نديرو لافير تاع لي بارفان. دونك بلا ما نطول عليكم نبدو بسم الله. دونك لو بروميي بارفان لي ما نستغناش عليه ولي استعملته بكثره كاع وتوجور نجبد لكم عليه، سي هذا لو بيغ بوازون دو شي ديور. هذا سي لو بارفان بريفيري تاعي. دونك هذا سي ان بارفان اونيك، c'est un parfum floral il est à base de fleurs d'oranger. انا presque 1000 بكثره لي بارفان لي يكونوا à base de fleurs d'oranger. généralement les parfums تاع كيما هذا كيما le l'interdit de chez Givenchy il est à base de fleurs d'oranger. كيما les parfums تاع Elisab تانيك sont des parfums à base de fleurs d'oranger. Malheureusement, mazal je عندي un parfum de Elisab ça يعجبني les parfums تاع Elisab. Donc كيما قلت لكم هذا le premier c'est le pur poison de chez Dior. هذا c'est un parfum اللي قليل généralement اللي يشو يدورو بكثره سي le hypnotique poison. دونك نحكي لكم عليه. Et le poison girl. هذا généralement c'est un parfum اللي ما كانش اللي يستعملوه بكثره بصح اللي يشروه ويدخل لا كوليكسيون تاعهم دونك ما يستغنوش عليه. لو دوزيام بارفان البنات سي لو غود جيرل دو شي كارولينا اريرا. هذا سي لو بارفان تاع عرسي اللي درته نهار عرسي، عندي في الكوفري شريته في الكوفري. دونك هذا سي ان بارفان تاني كشباب، بارفان الي انتونس، سي ان بارفان ديفير لو بيغ بوازون. تجمي ديريه صيفكم، انا نديره صيفكم شتاكم ربيعكم، بصح هذا سي ان بارفان ديفير. C'est un parfum intense. Le départ ta'a, il est à base de jasmin. J'ai qasah, m'bad le fond ta'a, li khalli fik. Fi le fond, fi le café, fi dak le fond chbeb. Vanillé, café. Donc, jarbou le bnat. Kain plusieurs good girl kharjou. Ana ha andi le premier, good girl, autre parfum. Kain good girl, édition velvet fatal, dak le flacon rouge. كاين دوغي، كاين مازال ما جربتهمش بصح هذا يعجبني كوم بارفان. لي بوازون جينيرالمون 1,800,000 ولا 2,000,000 ولا تال 2,200,000 تلقاهم. الغود جيرل، الغود جيرل انا شريتها في لو كوفري، ما شريتهاش منها، شريتها من اسبانيا.
بصح تلقوا لو كوفري تلقوها 16000 ولا 17000 هكاك وزالونتو. اي لو تخوازيام بارفان اللي استعملته بكثره بكثره في هاد لا بيريود سي لانتيردي دو شي جيفانشي. هذا لو بارفان دخل لا كوليكسيون تاعي في ديبي 2020. انا نستعمل لو بارفان بصح من كيف فهمكم نستعمل لو بارفان ما يمشي هذيك اللي تدوش بلو بارفان ولا سي جينيرالمون لي بارفان اوريجينو يبقوا يشدوا فيك. دونك ان بارفان اللي استعملته برسك دو لا مواتي سي تادير جي كونسومي لو بارفان هاد العام بكثره. ما نضريش البارفان يهود عندي في عام كيما هكا. دونك هادي هي ميم غود غير راه برسك غادي يكمل. لانتيردي سي ان بارفان كي à base de fleurs d'oranger, avec le parfum lichbeb ou yogurt fik ou yichit fik. Donc, je vais utiliser le chita. Quand je vais utiliser le saïf ou le bé, je vais utiliser le gaffe les saisons. C'est un parfum qui est tâcheur pour 4 ans dernièrement, qui est un chal, qui est un chemin partout presque. Il reste un parfum qui est classe. L'interdit, c'est un chalit à coffret. خلصتها انا توجور في لي بروموسيون كلش خلصتها موان 30% قام لي واحد 86 يورو. دونك تلقوه لو كوفري تلقوه ميم تلقوه هنا تلقوه ا 17000 16500 سا ديبون بارفيوميري لي تشرو عليه. دونك لو كاتريام بارفان لي استعملته تاني بكثره سي لو هيبنوتيك بوازون. لو هيبنوتيك بوازون استعملته في هاد لا بيريود تاع الشتاء جينيرالمون استعملتها بكثره في الشتاء وعاود وليت له هاد لا بيريود تاع مي دخل الخريف وال دونك هيبنوتيك بوازون سي ان بارفان كي ا باز داموند اللوز المر واللافاني. سي ان بارفان لي شباب ويبقى سي ان بارفان لو بلوز انتونس برسك كاع في هاد لي بارفان لي يلتيان توت لا جورني ميم دي جور دي فوا نخليه نديره في الفولار تاعي في الخزانه نشم ريحته ابري 3 جور 4 جور. دونك هذه هي لو 5ييم بارفان سي لي استعملته بكثره سي سي دو شي جورجو ارماني برسك ما بقى فيه والو. سي جورجو ارماني سي ان بارفان شيبري داك لو بارفان لي برسك لا بلو بار راكم شامين سيف بيسكو خرجت شحال واحد انا عندي الاوريجينال خرجت سي هذيك الغوج خرجت نيود جايه في نيود انتونس. دونك انا عندي كاع الاوريجينال وهذه سي ان بارفان لي برسك علي في كنو شامينه. دونك سي ان بارفان لي يعجب هذاك لي يشد في كيلتيان توت لا جورني وشباب. البنات جربوا لي بارفان قدام لا تشرو في ماست ولا في لي راهم في ليترونجي سيفورا نوسيبي. هنا عندكم ماست عندكم كاين لي بارفيومري لي يجربوا لك البارفان كاين لي تشري عليه اوبليجي تشري عليه بلا ما تجربي. دونك او ما روحوا افون سيو لو بارفان خلوه في يدكم ولا في ديروا في لابو تاعكم وشوفوا شوفوا ليفولوسيون تاع لو بارفان ديون لا جورني ماشي تشروه من الديبار. دونك le rana fi le 6ème parfum. Le 6ème parfum li stamelta bkatra c'est tanik le poison girl de chez le poison girl de chez Dior. Donc hada c'est un parfum qui est à base tanik c'est un oriental vanillé. C'est un oriental vanillé fih la rose ou fih le fond ta vanillé. Il est intense. Il n'est pas très intense comme hypnotique poison mais c'est un parfum li il tient toute la journée. Le 7ème parfum de Bnet, c'est Alien. Alien. Alien, la plupart, comme chez Mille, Alien, c'est un parfum à base de jasmin, yasmin. Il est boisé. Pardon. Avant que ça me dise l'eau de toilette, donc je suis après l'eau de parfum. L'eau de parfum, avec ça me dit l'eau de toilette extraordinaire ou extraordinaire. L'autre, il est plus citronné que Hedra. Hedra, il est plus intense. Oui, il tient. Il chute les filles. Donc, voilà comme chez Fino la Wassel. Le 8ème parfum, c'est le Gabriel Chanel. Hedra, c'est dernièrement dans la collection Taille. C'est un parfum tannique. Il est floral.
ما جايش انتونس كيما لو نيمورو 5 دو شي شانيل ولا لو شانيل كوكو شانيل كوكو نوار. جاي بلو فلورال، داك الفلورال اللي الفون تاع الشباب يقعد إلي كلاس. وتانيك هذا كاين بلوزيوغ في اللي بداو يستعملوه، دونك خرج موراه ليسونس. لو ويتيام بارفان سي لو يدخلو في لا كوليكسيون تاعي، هادو تانيك دي بارفان جدد. سي لو مونغيرلان، مونغيرلان سي لو دو بارفان فلورال. هذا إلي بلو دو على لو دو بارفان إنيسيال، جاي فلورال عليه. C'est un parfum qui est à base de lavande, à lavande avec la vanille. C'est un parfum chbab البنات، ما جايش هذاك القاصح، انا ما يغمنيش، ما جايش هذاك القاصح اللي يديرونجي، بصح لو فون تاعه يقعد. خرج موراه سي لو دو بارفان انتونس. Le dixième parfum, c'est le Chanel Chance. Hada, c'est en édition limitée. Hada, je l'ai acheté dernièrement. Ma Malimode, je vais vous parler de la Malimode. Deuxième point, je vais partager avec vous. Oui, je vais acheter les parfums avec un tarif réduit. Donc, je l'ai acheté avec Malimode dernièrement. C'est un verseur. Hada, le bouchon m'affiche. Oui, je vais vous parler de la Donc c'est en édition limitée, c'est une eau de toilette, mais il est intense. C'est un parfum qui fait le caractère avec le fond masculin. Ou j'ai chbeb, le bnat. Mais je pense pas les comptes qui m'a le Chanel Chance, l'original. C'est une édition limitée diamante. Donc, Hada, c'est le dernier parfum de Tralf la collection d'elle. Wow, le Montguerlain floral avec le Gabriel. Donc, هذه هي لا فيديو تاع اليوم البنات. جي اسي دو نتقاسم معكم لي بارفان اللي استعملتهم بكثره في هذا العام 2020. لا دوزيام بارتي جو بونس غادي نديرها فيديو سبيسيال، تبعوني في لا سويت. دونك غادي نحطها لكم ابخي هاد لا فيديو، وين تنجمو تشرو لي بارفان تاعكم افيك ان بري شوك، افيك دي تاريف ريدوي. Donc, c'est des parfums originaux à 100%.